مرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، وفيها تتابعون: من المواقع المحلية قيادات حوثية تسطو على جبل في محافظة إبل. مسؤول أممي بعد انتقاله من الحوبان إلى تعز: ما زلت أشعر ببعض الدوار وجسمي يرتجف. الحوثيون يستحوذون على أكبر جامعة أهلية في اليمن بعد اعتقال رئيسها. بعدما شردتها الحرب لتجبرها على العيش تحت شجرة وتحت مقاسات الجوع، وصل وزن فاطمة قبا التي تبلغ من العمر 12 عاماً إلى 10 كيلوغرامات فقط عندما نقلت إلى عيادة لعلاج سوء التغذية باليمن قبل أن يعلن عن وفاتها. وعنون موقع المصدر أونلاين تقريراً نقله عن وكالة رويترز: فتاة تعاني سوء التغذية تلخص تأثير الحرب وانهيار اقتصاد البلاد. وقالت الطبيبة مكية الأسلمي التي تدير العيادة الواقعة بشمال غرب اليمن: مخزون الدهون في الجسم استهلك تماماً وأصبحت جلداً على عظم، مضيفة أنها تعاني من سوء تغذية حاد. ووصول الطفلة إلى هذه الحالة نموذج لما يحدث في معظم أنحاء اليمن، حيث دفعت الحرب والانهيار الاقتصادي نحو 10 ملايين شخص إلى شفا مجاعة. وقالت الطبيبة إنها تتوقع وصول المزيد من حالات سوء التغذية إلى العيادة، وهي تعالج هذا الشهر أكثر من 40 امرأة حاملاً يعانين سوء تغذية حاد. وأكدت أن عيادتها وحدها شهدت وفاة 14 حالة بسبب سوء التغذية منذ نهاية عام 2018. وقالت أخت فاطمة الكبرى وتدعى فاطمة أيضاً لرويترز إن شقيقتها وأشقائها 10 ووالدها أجبروا على ترك منزلهم القريب من الحدود مع السعودية واضطروا للعيش تحت شجرة. وتابعت قائلة: ما معنا فلوس نجيب أكل، كل اللي عندنا من الجيران والأهل، إحنا ما فيش معانا مستقبل. تواصل قيادات حوثية عليا السطو على أراض كبيرة من ممتلكات وعقارات الدولة والمواطنين بمحافظة إب وسط اليمن، في ظل عمليات نهب تطال ممتلكات المواطنين بمختلف مديريات المحافظة. وفقا لموقع الصحوانت والذي عنون: قيادات حوثية تسطو على جبل في مدينة إب وتواصل نهب الأراضي بالمحافظة. مصادر متطابقة أكدت أن قيادات حوثية نهبت أراضي شاسعة بجبل المحمول جنوب مدينة إب وسط رفض مجتمعي واسع. وبحسب المصادر الحوثية فإن القيادات الحوثية التي نهبت جبل المحمول المقدرة مساحته 80,000 قصبة تهدف إلى كسب مليارات الريالات. ونشرت وكالة سبأ التابعة للميليشيا خبرا يفيد بإقرار قيادة سلطة الحوثيين المحلية في إب بتسليم الجبل للمؤسسة الاقتصادية بحجة الاستثمار في القطاع السياحي. وأضافت المصادر بأن المؤسسة الاقتصادية لم تقم بأي استثمارات في ممتلكاتها أو في ممتلكات سابقة، وليس لديها أرصدة حالية بعد أن نهبت من قبل الميليشيا الحوثية عقب الانقلاب. وطن يبحث عن وطن، تحت هذا العنوان كتب بلال الطيب مقاله المنشور في موقع الحرف 28 مضيفاً: ظل أمل إصلاح الجمهورية من الداخل قائماً على يد ثلة من الأحرار المخلصين، كان الشهيد محمد النعمان أبرزهم. سبق الجميع بالمناداة بالحرية والديمقراطية كدعوة وطنية قائمة على مبدأ الشفافية لا الضغينة والانطواء، طالب بتفعيل مشاركة أهل الحل والعقد ذوي الفعالية الشعبية غير المفتعلة أو الموجهة أو المدعومة، وأتى بحلول صالحة لكل زمان ومكان، قائمة على إزالة الحواجز للقفز عليها، خالية من الإثارة، متمردة على ثقافة الاستسلام، الأمر الذي ألب عليه ممتهني التسلط ومتزمتي اليمين ومتغطرسي اليسار. استاء أعداء الاستقرار من دعوات محمد النعمان الإصلاحية فأسكتوا صوته وللأبد. 28 يونيو عام 1974 يتجرأ شباب اليمن بعد 36 عاما من اغتياله بالمناداة بذات المطالب وفي غمرة انشغال الأطراف المعنية بالحوار وصياغة دستور اليمن الجديد، تسلل القديمة وقاد جحافله المتوحشة للقضاء على الجمهورية وهي لم تحقق أهدافها المعلنة بعد.
كطرف ضالع في كل مآسنا، حاول أرباب الفيد وممتهنو التسلط إعاقة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وتأسيس الدولة الاتحادية، المشروع المنقذ والحلم المؤجل منذ مئات السنين الذي سيقضي على هيمنتهم وسيحد من نفوذهم. ورغم معرفتهم سلفاً بأن غالبية الشعب باتوا مع هذا الخيار، عملوا على رفع كلفة تحقيقه، أرادوا قتله في النفوس التواقة للاستقرار، وفاتهم أن عنف الحقد يحييه ويحييه. قبل أكثر من 16 قرناً نجح الحميريون بتوحيد اليمن فيدرالياً، وحمل ملوكهم التبابعة اللقب الطويل ملك سبأ وذريدان وحضرموت ويمنات وتبع، لقب ملكي لم يحمله إلا من حكم اليمن الكبير، وقريباً جداً سيستعيد اليمنيون أمجاد أجدادهم. الطريق من الحوبان إلى قلب مدينة تعز لا يتجاوز دقائق، لكن بعد أن فرضت ميليشيا الحوثي حصاراً على المدينة منذ سنوات بات يستغرق ساعات من السفر عبر طرق وعرة. وقد عاش أوليفر بين المدير الجديد لبرنامج أطباء بلا حدود تفاصيل هذه الرحلة وتحدث عنها. ووفقاً لموقع الحرف 28، مدير برنامج أطباء بلا حدود يروي رحلة العذاب من الحوبان إلى مدينة تعز ويطالب برفع الحصار عنها. وروى بين تفاصيل رحلة تنقله من منطقة الحوبان الخاضعة لسيطرة الحوثيين إلى مركز مدينة تعز الواقع تحت سيطرة الحكومة الشرعية، واصفا إياها برحلة من العذاب. وقال: وصلنا بعد رحلة استغرقت 4 ساعات ونصف إلى مدينة تعز. الرحلة كانت من الحوبان في ضواحي تعز، مررنا خلالها عبر خط الجبهة. وأضاف: ما زلت أشعر ببعض الدوار وجسمي يرتجف لأن الطريق كان صعبا جدا. وتابع: مجرد تصور أن المرضى أو العائلات يتعين عليهم أن يقوموا بمثل هذه الرحلة مرارا وتكرارا هو أمر صعب. وأشار إلى أن المخزون الاقتصادي الاحتياطي وقدرة العائلات على التكيف مع الأوضاع كليهما بلغ حدا متدنيا. وقال: هي فعلا رحلة من العذاب، حتى أنا ما زلت أرتجف من هذه الرحلة. وأعرب عن أمله في استخدام الطريق الرئيس بين الضواحي ومركز المدينة، مشددا على ضرورة فتح الطريق في القريب العاجل. عن الدولة والتنظيمات السياسية، كتب السفير اليمني في لندن ياسين سعيد نعمان مقاله الذي تنشر بلقيس أجزاء منه. يكمن الداء المستعصي في حقيقة أن القوى السياسية بمختلف مكوناتها ولأسباب أيديولوجية وتاريخية ومرجعيات سياسية متنافرة ومتصادمة أقامت حواجز فاصلة فيما بينها لدرجة يصعب معها إنشاء كتلة موحدة متداخلة تؤسس لدولة تنفصل من حيث البناء المؤسسي والقانوني عن التكوينات التنظيمية الخاصة لهذه القوى. وهذا ناشئ عن حقيقة أن كلاً من هذه المكونات ترى نفسها أنها هي الدولة، بل وتعمل على ذلك انسجاماً مع بنيتها السياسية والأيديولوجية. ولذلك فقد تعثر بناء الدولة الوطنية بسبب ذلك أيام السلم، واستمر الوضع على حاله وبصورة أكثر تشدداً أثناء الحرب. واستجابة لذلك المنح السياسي والأيديولوجي المتعصف لمفهوم الدولة، فإنه لابد أن يكون لكل من هذه التكوينات السياسية جيشها ولها الكلمة الحاسمة في المؤسسات التي تحمل اسم الدولة، ولها علاقاتها الخارجية الخاصة، ولها أمنها الخاص، ولها إعلامها الخاص، ولها موازناتها الخاصة ومواردها الخاصة، ولها جبهاتها الخاصة، ولها انتصاراتها الخاصة، ولها هزائمها الخاصة. الأمر الذي تحولت معه مكونات هذه القوى إلى جزر تراقب بعضها وتنشغل ببعضها، بدلاً عن انشغالها بالحاجة الوطنية التي تراجع سهمها في الاهتمامات التي تحولت إلى صراعات ليس لها سوى تفسير واحد، وهو أن الأمراض الاجتماعية والثقافية التي رافقت نشوء الحياة السياسية قد شكلت المضمون الداخلي الهش للمؤسسة السياسية بغض النظر عن العناوين الكبيرة التي تحملها وتبهر الناظر. أشد الأمراض فتكاً بالجهد الوطني المصاحب لهذه القوة المفككة ومكوناتها الهشة هو ذلك المرض الذي يتفاعل داخل كل تكوين على نحو نرجسي
لا يمكن معه سوى أن يرى أن الآخر هو المخطئ وهو المقصر، وهو الذي يجب أن يتحمل مسؤولية الهزيمة، وهو الذي يجب أن يحاسب، وهو الشيطان، وهو المتآمر. أعلنت جماعة الحوثي المسلحة توقيف جميع التعاملات المالية والعملية الخاصة بأكبر وأقدم جامعة أهلية في اليمن بعد السيطرة عليها من قبل أحد قياداتها، والذي شرع في طرد أكاديمي وموظفي الجامعة. وعنون موقع يمن مونيتور: الحوثيون يستحوذون على أكبر جامعة أهلية في اليمن ويطردون موظفيها. ونقل مراسل يمن مونيتور قيام المسؤول الحوثي عادل المتوكل بتنصيب نفسه رئيسا لجامعة العلوم والتكنولوجيا بصنعاء، ونشر إعلان توقيف التعاملات المالية واعتماد ختمه الخاص للتعامل. كما تمت وفقا للموقع الموافقة على الإفراج عن الدكتور حميد عقلان رئيس الجامعة شرط تسليم جميع الصلاحيات إلى جماعة الحوثي المسلحة. تجدر الإشارة إلى أن مسلحين من جهاز الأمن القومي التابع للجماعة أقدمت قبل أسبوع على اختطاف رئيس الجامعة الدكتور حميد عقلان في صنعاء ونقله إلى سجن تابع لهم لرفضه تقديم استقالته من الجامعة. وقال أحد موظفي الجامعة ليمن مونيتور إن الجامعة نفذت كل ما تطلبه جماعة الحوثي المسلحة من دعم ومساندة وجبايات وغرامات وضرائب مالية. ولفت إلى أنه تم إقصاء قيادات الجامعة من مناصبهم واستبدالهم بغيرهم ممن ينتمون إلى الحوثيين في انتهاك صارخ وغير قانوني لحرمة الجامعة اليمنية. مستقبل الرأسمالية وصدام الرأسماليات، الصراع الحقيقي من أجل مستقبل الاقتصاد العالمي. تحت هذا العنوان كتب برانكو ميلانوفيتش مقاله المعاد نشره وترجمته في صحيفة الغد، والذي جاء فيه: تحكم الرأسمالية العالم، ومع أكثر الاستثناءات هامشية ينظم العالم بأسره الإنتاج الاقتصادي الآن بالطريقة نفسها. العمل تطوعي ورأس المال يتركز في أغلبه في أيدي القطاع الخاص، ويتم تنسيق الإنتاج بطريقة لا مركزية تحفزها الأرباح، وليست ثمة سابقة تاريخية لهذا الانتصار. في الماضي كان على الرأسمالية سواء في بلاد ما بين النهرين في القرن السادس قبل الميلاد أو الإمبراطورية الرومانية أو الدول والمدن الإيطالية في العصور الوسطى أو البلدان المنخفضة في أوائل العصر الحديث أن تتعايش مع طرق أخرى لتنظيم الإنتاج، وشملت تلك البدائل الصيدة والجمع والزراعة صغيرة النطاق التي مارسها الفلاحون الأحرار والقنانة والعبودية. وحتى وقت قريب قبل 100 عام عندما ظهر الشكل الأول من الرأسمالية المعولمة مع ظهور الإنتاج الصناعي واسع النطاق والتجارة العالمية، كانت العديد من أنماط الإنتاج الأخرى هذه ما تزال قائمة. ثم بعد الثورة الروسية في العام 1917 تقاسمت الرأسمالية العالم مع الشيوعية التي سادت في البلدان التي تضم مجتمعة حوالي ثلث سكان الكوكب. ومع ذلك أصبحت الرأسمالية الآن هي الوسيلة الوحيدة المتبقية للإنتاج. يصبح من الشائع بإطراد أن نسمع المعلقين في الغرب يصفون النظام الحالي بأنه الرأسمالية المتأخرة، كما لو أن النظام الاقتصادي على وشك الاختفاء، بينما يشير آخرون إلى أن الرأسمالية تواجه تهديداً متجدداً من الاشتراكية. لكن الحقيقة التي لا مهرب منها هي أن الرأسمالية موجودة لتبقى وليس لها منافس. وقد احتضنت المجتمعات في جميع أنحاء العالم الروح التنافسية والاستحواذية المتأصلة في الرأسمالية، والتي من دونها تنخفض الدخول ويزيد الفقر ويتباطأ التقدم التكنولوجي. بدلاً من ذلك تدور المعركة الحقيقية داخل الرأسمالية بين نموذجين يصارع كل منهما الآخر. منظمة الصحة العالمية تتحدث عن نافذة أمل للنجاة من فيروس نشر الذعر عالمياً. وعنون موقع شبكة البي بي سي: فيروس كورونا، منظمة الصحة العالمية تعرب عن تفاؤلها إزاء جهود احتواء الفيروس الفتاك. وقالت منظمة الصحة العالمية إن هناك فرصة سانحة لإيقاف تحول فيروس كورونا الجديد إلى أزمة عالمية أوسع. وأعلنت منظمة الصحة العالمية عن حالة الطوارئ الصحية العالمية بسبب تفشي المرض، لكنها قالت إنها لم تصل بعد إلى مرحلة وباء أو انتشار مرض جديد في جميع أنحاء العالم. وبحسب البيانات فإن 80% من الذين ماتوا كانوا فوق سن 60 عاماً، وكان 75% منهم
يعانون من أمراض مزمنة مثل أمراض القلب والأوعية الدموية ومرض السكري. ويسبب فيروس كورونا الجديد عدوى حادة في الجهاز التنفسي، وعادة ما تبدأ الأعراض بحمى ثم سعال جاف، ومن المرجح أن يتعافى معظم المصابين تماما وكأنهم مصابين بالإنفلونزا. الديلي تيليغراف نشرت تقريرا لعدد من مراسليها حول المخاطر الاقتصادية لفيروس كورونا في الصين، وأشارت إلى أن عدد الضحايا تعدى 490، بينما وصل عدد المصابين إلى نحو 20,000 مصاب. ويبدأ التقرير بالإشارة إلى أن خطوط إنتاج هاتف آيفون مهددة بالتوقف، علاوة على الكثير من المنتجات الإلكترونية الأخرى، وسط صراع الحكومة الصينية لمواجهة تفشي فيروس كورونا على أراضيها. ويوضح التقرير أن شركة فوكسكون التايوانية التي تصنع الهواتف أغلقت جميع مصانعها في الصين بعدما أجبرت الحكومة الشركات والمصانع على الإغلاق حتى 10 من الشهر الجاري على الأقل. ويضيف التقرير الذي ترجمته البي بي سي أن المخاوف الاقتصادية من كورونا تصاعدت بعد تحذير الخارجية البريطانية رعاياها في الصين ومطالبتهم بمغادرة البلاد بأسرع ما يمكن، وذلك بعد أيام من تحذير واشنطن لمواطنيها من السفر إلى الصين. ويشير التقرير إلى أن بكين سمحت بدخول خبراء الصحة الأمريكيين إلى أراضيها، رغم أنها اتهمت واشنطن قبل أيام بإثارة الذعر عبر العالم. صحيفة الجارديان نشرت مجموعة من الصور التي توثق أبرز أحداث الأسبوع، نطالعها في هذه الجولة. الكاريكاتير فن طوع الخطوط لتصنع رسوماً تواكب أحداث العالم وتحاكي قصصاً واقعية يعيشها البشر في حياتهم اليومية، نتابع جزءاً من ذلك. كان هذا كل ما لدينا في حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.